معلكة نتمنى تعجبكم ان شاء الله. نشارك معكم المقادير ديالها في هذا العواشر، اغلبيه الناس عزيزه عليهم واسرار ديالها ان شاء الله، وكل شيء تعجبكم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله على بركه الله غنوريكم المقادير ديالها. وما تنساونيش في لي لايك وفي الابوني وبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، ودعموني. وان شاء الله كل مرة يكون الجديد وشي حاجة اللي سهلة ومعتمدة، وديما تكون شي حاجة ديال الزمن الجميل اللي ديما كيبقى تتبقى ديما في الذهن ديالنا وديما عزيزة علينا. نتمنى تعجبكم. هاي بعد ما طحنت كاوكاو بقشراته حمرته غير شويه في الفران، ماشي بزاف، حمرته غير شويه. هانتوما غنزيد عليه ديك المعلقه ديال الكاكاو او كيس ديال الكاكاو، ها هو نص معلقه ديال القرفه، ما كاملاش، غندير غير ربع. هانتوما جوج معالق ديال الكونفيتور، ندير جوج معالق ديال الكونفيتور، كاس ديال الكوك يكون رقيق. نتوما كاس ديال الكوك، كاس معمرش ديال السنيده تاهويا، غادي نخلط كلشي. وغنزيد كيس ديال الفاني، ونزيد كيس ديال الخميره ديال الحلويات. هيا انا راه درت غير حساب غير ربعه، الا درتي نص كيلو تقدري ديري جوج كيس ديال الخميره. انتما غنبقى ندير البيض شويه بشويه باش تجمع ليا. غندير جوج بيضات بعدا، غندير بيضه بعدا الاولى نشوف الا تجمعات. عندي البيض كبير، بسم الله، بيضة وغنضيف بيضة ثانية باش صافي باش نجمع بها. هانتوما هي البيضة الأولى جمعت ليا هاد النص، البيضة الثانية هي اللي غتجمع الخليط كامل. هانتوما كيف كتشوفوا الخليط كيجي بحال هكا مهلك، هي ما كطيبش بزاف، عندها غير واحد 10 دقائق ما كتفوتهمش في الفران، الا فات اكثر من 10 دقائق تقدر تقصح، عندها غير 10 دقائق صافي. بسم الله، البيضة الثانية، صافي هانتوما العجينة ديالي هي تجمعات، جمعت العجينة كيف كتشوفو ها هي، وجدت سكر كلاصي معاه معلقة ديال مايزينا اللي قلت حليمة الفيلالي الله يعطيها الصحة هي اللي عطات هاد النصيحة، ودرتها وصدقات ليا زوينة، ما كيبقاش يطيح السكر من فوق من هذا، كيبقى شاد اللون ديالو كيبقى هو هو. بسم الله، غادي نكورهم كل واحد على حسب الذوق ديالو، انا نديرهم شويه صغار ما نديرهمش كبار. انتما
دوز السكر بلاصي. بسم الله نصطفو. بعد ما كورتهم كاملين درت ليهم في الوسط كاوكاو، هانتوما غندخلها الفران 10 دقائق. المعلكة نتمنى تعجبكم، ان شاء الله نشارك معكم المقادير ديالها في هاد العواشر. اغلبية الناس عزيزة عليهم والاسرار ديالها ان شاء الله، وكل شيء تعجبكم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله على بركة الله غنوريكم المقادير ديالها. وما تنسونيش في لايك وفي الابوني وبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، ودعموني. وان شاء الله كل مرة يكون الجديد وشي حاجة اللي سهلة ومعتمدة، وديما تكون شي حاجة ديال الزمن الجميل اللي ديما كيبقى تتبقى ديما في الذهن ديالنا وديما عزيزة علينا. نتمنى تعجبكم. هاي